خير، أعود إلى ضيفتنا أستاذتنا الفاضلة صوفيا. قلت بدون ويعني نقطة استفهام، ربما اتهمت أن الرجل تملص من المسؤولية، لكن أنا أقول أن اليوم المرأة أصبحت تحب القيادة، أصبحت تحب أن تكون هي التي تقود في البيت، هي التي تقود في مكان العمل، يعني تكون هي صاحبة الرأي، صاحبة الريادة. يعني ما حش نأخذها بمنظور سلبي لكن منظور إيجابي. هي بالطبع المرأة بطبيعتها مختلفة عن الرجل تماما. مرأة بطبيعتها عاطفية وتحب أنها تكون محور الكون، محور أسرتها، محور زوجها، محور أولادها. هذه طبيعة المرأة، ما فيهاش تغير نفسيا وعلميا، هذه هي طبيعة المرأة. لذلك أنا قلت لك واحد من الأشياء التي ساعدت أن المرأة تقود هي بالطبع استقلالية هذا الزوج، واحدة من هذه الأشياء. كذلك المرأة عندها الرغبة في الظهور، الرغبة في أنه الكل يقول لها صح أنت هي الساس، صح. وحقيقة هي مربية أجيال، هي التي تصنع لنا هذا الجيل. الأم مدرسة قالوها وما زلنا نقولوها. لذلك كل هذا الشيء تقوم به بمساعدة هذا الرجل، بمساندة هذا الرجل ستكون أقوى، لأن المرأة نشوفها قيادية حقا، نشوفها في مجالتنا تكون قائدة وتكون ناجحة، ولكن بيتها نقدر نقول مخروب.